الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هنالك مجموعة من الأمور تعتبر من الضروريات، نحن طلاب العلوم الدينية. أذكر من هذه الأمور ثلاثة. الأمر الأول متابعة الخط الحوزوي. الأمر الثاني المعنويات الرفيعة. الأمر الثالث روح الخدمة. هذه ثلاثة أمور. نبدأ بعون الله تعالى بالأمر الأول، وهو متابعة مسيرة الحوزوية. هناك حالة خطيرة يبتلى بها بعض طلاب العلوم الدينية، سواء كانوا طلابا أو كانوا خطباء أو كانوا مؤلفين أو كانوا عاملين، لا في بداية الخط وإنما بعد برهة من البدء. وهذه الحالة الخطيرة هي حالة الشعور بالاكتفاء، حتى تتبين خطورة هذه الحالة نشير إلى أنه ما هو المحرك لنا نحن البشر. المحرك الوحيد أو المحرك المهم، أو على أقل تقدير إحدى المحركات المهمة لنا نحن البشر، الشعور بالنقص. إذا واحد عنده شعور بالنقص، هذا الشعور يحركه إلى رفع هذا النقص. أما إذا واحد شعر بالاكتفاء على قول المغني دع المكارم، أظن داخل في شروح المغني أن هذا من ممض الذم، دع المكارم لا ترحل لبغيتها، اقعد في مكانك وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أكل أكو، ثياب أكو، ليش تتحرك؟ الوالد رحمه الله قال، قلت لأحد العلماء هذه حقيقة، لكن واحد يذكر هذا الشيء باللغة وواحد يثبته عمليا. يقول قلت له لماذا لا تؤلف؟ قال ليش أؤلف؟ الناس يقبلون إيدي ويعطوني الماء، ليش أؤلف؟ هذه حقيقة. الحمد لله وضعنا جيد، ماكو هنالك نقص في حياتنا، فلماذا نتحرك؟ دع المكارم لا ترحل بغيتها، واقعد
فإنك أنت الطاعم الكاسي. ولذلك دائما يكونون أولاد العظماء غالبا لا يكونون عظماء، أولاد التجار لا يكونون تجارا، ثروة نالها ولا يشعر هنالك بالنقص في حياته، لا يشعر هنالك بحاجة في حياته. ليش يتحرك؟ ما أدري، شايفين أولاد التجار لولا؟ أنا شايف بعضهم واحد يشوفهم بعداء بمراحل. أكو بعض الأفراد رخوين مائعين، ما عنده فكر، ما عنده تخطيط. بعضهم طبعا أولاد العلماء غالبا أو كثيرا لا يكونون علماء، لأن عاش في جو رفاه وراحة، ما يشعر هنالك بالنقص في حياته. بينما ذلك البدوي وذلك القروي الذي جاء إلى قوم يشعر بالنقص، إما يشعر بنقص دنيوي إذا هدف مادي، وإما يشعر بنقص روحي إذا هدف روحي. يجد ويجد ويجد، ابن الفلاح يكون المرجع الأعلى. الآن مراجعنا غالبا منهم واحد ابن فلاح، واحد ابن عامل، واحد ابن تاجر، واحد ابن رجل مغمور، لأن هذا الرجل يشعر بالنقص، هذا الشعور بالنقص يحرك. أما ابن العالم لا يشعر بهذا النقص غالب، وينطبق عليه وقعك فإنك أنت الطاعم الكاسي. أولاد العظماء غالبا لا يكونون عظماء، عظماء التاريخ الذين غيروا التاريخ غالبا كان آباؤهم أفراد مغمورين في المجتمع، أفراد عاديين. السيد البروجردي رحمة الله عليه في يوم من الأيام، واحد في بحثه طرح إشكال تافه اللي يدل على أنه ما مطالع إشكالات خلق الساعة اللي واحد ما مفكر بيها بدون تأمل. فقال ليش أنتوا بعض الطلبة ما تطالعوا؟ إحنا عندما كنا في أيام شبابنا أحيانا كنا نبدأ من أول الليل بعد أداء الفرائض بالمطالعة، وفجأة كنا نجد أن المؤذن أذن. هذا يصير المرجع الأعلى، بينما ابن ذاك العالم الكبير ينام من أول الليل للصباح. فشنو يصير بالنتيجة؟ يصبح واحدا من خلق الله العادي. الشعور بالنقص هو المحرك المهم أو إحدى المحركات المهمة. فإذا ماكو هذا الشعور، إذا واحد شعر بالاكتفاء، لاحظوا المراحل، إذا شعر بالاكتفاء ينعدم الدافع، لأن الشعور بالنقص والشعور بالاكتفاء أمران وجوديان متضادان. إذا واحد شعر بالاكتفاء ينعدم الباعث وهو الشعور بالنقص، إذا انعدم الباعث تتوقف الحركة، تنتهي القضية عند هذا الحال؟ لا، إذا توقفت الحركة تبدأ مسيرة الانحدار. واحد لا يظن أنه إذا توقفت الحركة بقي في مكانه وأخذ يراوح في مكانه، لا، واحد ينحدر. ولعله لذلك أكو في الرواية على ما ببالي: ومن لم يكن إلى الزيادة فهو في النقصان. إذا كل يوم واحد ما تطور وقف في مكانه، هذا مو واقف في مكانه، هذا دائما في حركة انحدارية.
ومن لم يكن إلى الزيادة فهو في النقصان. لعله هذا المضمون بهذه الألفاظ موجود في الرواية: ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة. الحياة لا تمشي، الحياة تجري، الحياة تركض. فإذا واحد وقف في مكانه يعني دا يتأخر يوما بعد يوم، هذا معنى. إذا أردنا أن نأتي بمثال لتوضيح هذه الرواية على ما أتذكر أو هذه الفكرة، لاحظوا هذا المثال. إذا خطيب وقف في مكانه، ما الذي يحدث؟ الآن العالم متطور، وأنا أوصي نفسي وإخواني الطلبة أنه يتابعون ما يجري في العالم ولو بوسائل، حتى المناقشات العقائدية الآن متطورة. المناقشات العقائدية مو هي المناقشات العقائدية القديمة، تطورت. حتى لو فرضنا أن التطور في الطرح، طرح مختلف، يعني الآن الشكل الأول والشكل الثاني على المنهج القديم، هذا مو ماشي في كثير من نقاط العالم. أسلوب جديد، منهج جديد، طرف جديد، حتى المناقشات العقائدية متطورة. أنتوا لاحظوا الإنترنت، أنا ألاحظ بطريقة غير مباشرة، يعني أطلب من واحد يجيب لكم الأوراق المناقشات العقائدية. أخذوا كتاب الانتصار، كتاب لطيف، بعض أنا شايف كل ماشي، البعض اللي أنا شايفه لطيف. الانتصار من أهم مناقشات الشيعة في الإنترنت. شوفوا الآن الشبهات اللي ذات تطرح، منهج جديد في الطرح، أسلوب جديد في الطرح، شبهات جديدة أكو. طبعا أنا أظن هذا بنفع التشريع، يعني هذه الثورة المعلوماتية الجديدة في نفع التشريع، لأنه كلما وضوح يكون أكثر هذا في نفع. هذه الحالة الشيعة يستثمروها في صالحهم وفي نفعهم. كتاب الانتصار يمكن 7 مجلدات، حوارات الشيعة. فخطيب، خطيب درجة أولى كان، هذا تخلف عن الرأي، ما يدري شنو دا يحدث في العالم. هذا ما يتوقف في مكانه، يتحول من خطيب درجة أولى إلى خطيب درجة ثانية، ومن خطيب درجة ثانية إلى درجة ثالثة، وإذا به فجأة يتحول إلى خطيب يقرأ لأربعة شياب ينعسون في مجلس حضور. طبعا هذا ببركة، هذا بفاض، حتى إذا يقرأ لنفسه أيضا فيه فاض وفيه بركة، لكن الأمور درجات ومراتب. يعني حقيقة الآن العالم في تطور مذهل في كل أبعاده، حتى في الأبعاد التقليدية، يعني حتى في علم الأصول أكو تطور، حتى في علم الفقه أكو تطور، لا أقصد في الجوهر ولو في الشكل والمنهج. أحد الأخوة نقل لي، قال كان عندنا واحد من الأصدقاء في العراق طالب للعلوم الدينية، قال غاب عنا مدة، بعدين شفته قلت لها وينك الآن؟ قال أنا الآن في فلان بلد غربي، أستاذ في الجامعة. قلت له شنو الشيء الذي تدرسه؟ قال أنا مطالب الكفاية بصيغة ثانية ألقيها هناك، مطالب اللي موجودة في المجلد الأول في الواو وعلامات الحقيقة وعلامات المجاز، لكن بصيغة ثانية. الآن علم اللغة علم متطور في العالم، الجامعات العالمية متطورة جدا في هذا المجال، يعني حتى المجالات التقليدية أيضا فيها نوع من التطور، وفيها نظريات وفيها أفكار جديدة.
فإذا في الواقع واحد بالذات بعد مدة، واحد يجب أن يكون في ثورة دائمة على ذاته، لأن الذات شوية شوية تر، واحد يشعر أنه انتهى، هذا نهاية المطاف، هذه نهاية الدراية مثلا. لا، هذا ما إلى حد معين، المعرفة ما إلها سقف معين، ما إلها حدود معينة. لذلك واحد ينبغي أن يتابع بكل قوة الخط العلمي إلى النهاية. متابعة الخط العلمي تكون في مجالين، المجال الأول المجال الحوزوي، يعني الفقه، الأصول. الوالد رحمه الله ألقى محاضرة قبل حوالي 25 عام، وكانت محاضرته أن الطلبة يجب أن يكونوا جميعا مجتهدين، هذا يجب أن يكون طموحه، يجب أن يكون هدفه الاجتهاد. أنا قلت لبعض الإخوة من البحار أن إذا البحرين كان فيه 100 مجتهد فربما يكون قليلا، وذكرت لبعض الإخوة من المنطقة الشرقية إذا المنطقة الشرقية كان فيها 400 مجتهد لعله يكون قليلا. المنطقة الشرقية كان يطلق عليها النجف الصغرى تاريخيا، كانت مشحونة بالمجتهد. الآن كم مجتهد أكو في البحر؟ كم مجتهد أكو في المنطقة الشرقية؟ كم مجتهد أكو في قوم؟ كم مجتهد أكو في مشهد؟ كل طالب إلا من خرج بالدليل، إلا من عنده أحام، يجب أن يحاول أن يتابع الخط الحوزوي إلى الاجتهاد. الاجتهاد أيضا حقيقة تشكيكية ذات مراتب، كما أن النور له مراتب، الاجتهاد له مراتب. عندنا اجتهاد من الدرجة الأولى ومن الدرجة العاشرة ومن الدرجة المئة. واحد يجب أن يحاول أن يمشي في هذا الخط بمقدار الإمكان، إلا أن يحدث هنالك مانع، إلا أن تقتضي وظيفته الشرعية أن لا يتابع هذا الخط. لك عنوان ثاني. أما ماذا ممكن، واحد يجب أن يتابع. الاجتهاد قدرة، العلماء الجدد عندهم بحث طويل وعريض وعميق حول القدرة، ومن جملة الأشياء التي يذكرونها أن القدرة جوهرها واحد ولكن مظاهرها مختلفة. الاجتهاد، أنا الآن ما علي بهذا البحث، بحث القدرة. الاجتهاد قدرة جوهرها واحد مظاهرها مختلفة. ربما واحد يقول أنا ما أريد أكون صاحب الجواهر، مو شرط واحد يريد أن يكون صاحب الجواهر. صاحب الجواهر كانت له قدرة معينة صبها في هذا القدر، أنتوا عندكم هذه القدرة صبوها في قالب ثاني. يعني هذه القدرة لا تنفع فقط لكتاب البيع وكتاب الرهن وكتاب الإجارة. واحد يقول أنا ما إلي شغل بكتاب البيع والرهن والإجارة، هذه الكتب أشبعت بحثا فرضا. طبعا هذا الكلام غير وارد، واحد من العلماء كان يقول لي في الفقه ماكو مكان لإلقاء إبرة بعد كل مكتمة، عالم كبير كان. هذا الكلام غير واضح، بحر العلوم يقول موضوعه فعل مكلفين، هذا موضوع علم الفقه،
فعل المكلف له حال، فعل المكلف هو مائن، يشمل الحياة طولا وعرضا. فكما أن فعل المكلف لا حد له، الفقه أيضا لا حد له. نفرض أن هذه البحوث الجواهرية أشبعت بحثا وتنقيبا، وأنتم ما تردون تنفعكم في مجال ثاني، هذا الجوهر هذه القدرة يصبوها في مكان ثاني. حتى إذا واحد يريد يكون خطيب يتكلم حول قضية المعاد مثلا والموت والعالم الآخر، إذا مو مجتهد ما يتمكن يبلور الأفكار، ما يتمكن أن ينضج الأفكار. رواية أكو ما يعلم أن هذه الرواية صحيحة أو لا، معتبرة أو لا، روايتان متعارضتان، لا يعرف كيف يجمع فيما بينهما. إذا ما يعرف علم الرجال، إذا ما يعرف علم الدراية، إذا ما يعرف قواعد التوفيق العرفي، إذا ما يعرف معنى الحكومة والورود والتخصيص والتخصص وما أشبه ذلك من هذه الأشياء، إذا ما يعرف كيفية التعادل والتراجيح، كيف يفهم الرواية؟ ماذا؟ أن تلاحظوا مرآة العقول. العلامة المجلسي رحمة الله عليه ماخذ الروايات ومحللها، تلك القدرة التي كانت عنده صبها في تحليل الروايات. حتى إذا تريدون تحليل الروايات، جوهر هذه القدرة يشكل هذا التحليل ويلونه بلونه. لذلك في الواقع تفسير القرآن، إذا واحد يريد يفسر القرآن، المجتهد الذي يفسر القرآن وغير المجتهد يختلف جدا، يختلف. يعني السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله عليه عندما يفسر القرآن يفسره بشكل، هذه القدرة الاجتهادية اللي عنده يصبها في التفسير. واحد آخر ما عنده هذه القدرة أيضا يخطئ، ما إلى هذه القوة. شارح نهج البلاغة، الله له مكان أو ما إلى مكان، واحد عادي يريد يحلل هذه القضية، ميتك الله موجود في كل مكان أو غير موجود في كل مكان، يحلل هذه القضية يختلف. الوالد كان يقول، جاء أحد الخطباء، الوالد كان يقول أن الخطباء القدماء كثير منهم كانوا مجتهدين، مجتهد وخطيب وصب قدرته الاجتهادية في قالب الخطاب. قال جاء أحد الخطباء الإيرانيين إلى كربلاء، ولعلكم سامعين منه، وبدأ بتفسير سورة يوسف. كان مجلسه غاصا بالعلماء والرجال الدين والمتدين، ساعة كان يتكلم أو أكثر، من أول شهر رمضان إلى آخر شهر رمضان. في نهاية شهر رمضان قال، في رمضان هذا نحن ألقينا يوسف في الجوب، إذا كانت عندنا حياة وعشنا إلى العام القادم في شهر رمضان القادم إن شاء الله نجي ونطلع يوسف من الجوب. يعني يمكن 8 آيات من أول سورة يوسف. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني، العلوم الجديدة، العلوم العصرية، هذه أيضا ضرورية لطلاب العلوم الدينية. ما هي أهميتها؟ ما هي ضرورتها؟ تحديد الموقف. إذا واحد لم يفهم السياسة والاجتماع وعلم النفس وما أشبه ذلك، إذا يريد يقعد في كوخ، في منقطع الجبال، لكن إذا يعيش في المجتمع يريد أن يحدد الموقف، شلون يحدد الموقف؟ إذا لا يفهم الاجتماع
إذا لا يفهم علم الناس، إذا لا يفهم السياسة، شلون يفهم؟ الفشارتي كان واحد من العلماء الكبار، أحد الشيبة نقل لي هذه القضية، ما وجدتها في كتاب. الفشارتي كان عالم كبير، وهو أستاذ الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، الذي كون الحوزة العلمية في قوم. قيل له تعال صير مرجع تقليد بعض تلاميذه. قال أنا حرام علي أصير مرجع تقليد، لأن المرجعية تحتاج إلى فهم الحياة، وأنا لو دخلت في هذا الأمر لأسسته. ما المعنى الحرفي أعرف، طبعا هو ما ضايل هاي الكلمة، أنا دا المعنى الحرفي أعرف، ولكن الحياة لا أعرفه، ما أعرف. ولو دخلت فيه لأفسدته. هذا أحد الشيبة نقل لي هذه القضية، أنا لم أجدها في كتاب. كان هنالك عالم في النجف جدا عالم متبحر، كان أحد تلاميذه أظن نقل لي، جدا متبحر، وتلاميذ يفتخرون بأنهم لم يدرسوا عند غيره من المشاهير، ما كان يقارن. التحقيق والتدقيق كان آية، أنا مش شايف بعض كتب اللي تلاميذ كاتبي جدا دقيق. يقول تلميذ قلت له في يوم من الأيام بمناسبة، أنت إذا مرجعية سيد أبو الحسن الإصفهاني تعطى لك تفسدها في يومين كلها تخرب هذه المرجعية العظيمة. قال كلامك مو صحيح، إذا هذه المرجعية العظيمة تعطى لي أفسدها في يوم واحد، مو يومين، مو شغلي، ما أدري. نفس الشيء ينقل عن الشيخ حبيب الله الرشدي اللي كان آية في العلم والدقة، وكان يعتقد أنه هو الأعلى، كان يقول أن الشيخ الأنصاري ورثني علمه وورث المجدد الكبير إدارته، كان يعتقد أنه هو أعلى من المجدد الكبير. أكو بحث عندنا في الأصول، بحث التعادل والتراجيح، يقال إنه بحث في هذا العنوان 6 أشهر، يعني كلمة التعادل والتراجيح مو الموضوع، كلمة التعادل والتراجيح 6 أشهر ينقل أنه بحث في هاتين الكلمتين، بشكل كان عالم. فالحقيقة ينبغي على طلاب العلوم الدينية أن يفهموا هذه العلوم الحيوية، يعني المرتبطة بالحياة، لأن تحديد الموقف الشرعي الحياتي أو الحيوي كثيرا ما يتوقف على فهم الحياة. هذا الشيء الذي نقرأه في المنطق، أن النتيجة متوقفة على العلم بالكبرى والصغرى، إذا واحد علم الكبرى وما علم الصغرى القياس يكون عقيمة. كان هنالك عالمان، أكو شيء ينقل في حياة الأئمة صلوات الله عليهم، أن الأئمة كل واحد منهم كان له دور معين وأسلوب معين، وهذه الأساليب وإن كانت متغايرة في مظهرها ولكنها متكاملة في جوهرها، يكمل أحدها الآخر. يقال التقى عالمان، العالم الأول قال للعالم الثاني لماذا لا تكون كالإمام الحسين، العالم الثاني قال للعالم الأول لماذا لا تكون كالإمام الحسن، فسكت العالم الأول. تشخيص أنه الآن ظرف الإمام الحسن أو ظرف الإمام الحسين صلوات الله عليه،
هذا بالكليات لا يؤمن، ظرف أنه هذا العمل ما هي نتيجته. المجدد الكبير عندما أصدر فتوى التنباك، فتوى التنباك مضافا إلى عواملها الغيبية، مدة كان يفكر أنه أصدر هذه الفتوى أو لا مو من باب الحكم، التردد ما كان في الحكم الكلي، الحكم الكلي واضح، عندنا عنوان أولي وعندنا عنوان ثاني، اتبع بالعنوان الأولي حلال بالعنوان الثانوي حرام، واضح. الآن هذا الظرف ظرف العنوان الأولي أو ظرف العنوان الثاني؟ يقال أنه ستة أشهر أو كذا كانوا كل يوم من الصبح إلى الليل أو قريب الليل يذهبون في السرداب ويتباحثون ويضحكون في ذلك. ومن الأشياء اللي كانت مطروحة أن المجدد لو أصدر فتوى التنباك الغربيين يقتلوه، وأنه يسوى أن يقتلوه في سبيل هذه الفتوى أو لا. هذا مو بحث حكم، هذا بحث موضوع، هذا أهم لو ذات أهم. إذا واحد لم يفهم الحياة يعيش في إطار الكبريات، الكبريات ما يتمكن واحد ينزلها في الحياة كثيرا، ما يحتاج إلى العلم بالكبرى والصغرى معا حتى واحد ينتهي إلى النتيجة. ولذلك هذه العلوم ضرورية في الواقع ولو بمقدار، علم السياسة ولو بمقدار، علم الاقتصاد ولو بمقدار، علم الاقتصاد حتى قد يكون دخيلا في الحكم الشرعي، يعني استنباط الحكم الشرعي. الآن أكو بحث مهم جدا حول حجم النقد أو القوة الشرائية، يعني مثلا واحد قبل 30 عام بالعراق عين لزوجته مهرا اشقد 50 دينار، الآن يريد يعطيها، هذا غايبها 50 دينار، الآن يعطيها 50 دينار، اللي 50 دينار ما أعلم يشترى به خبز أو لا، يشترى ما يشترى، يقول أنا كتبت 50 دينار عراقي الآن أعطيه 50 دينار عراقي. الفقهاء يختلفون في هذه المسألة، ومن عوامل الاختلاف ربما يكون من عوامل الاختلاف الفقهاء الذين عندهم اطلاع أكثر بعلم الاقتصاد رؤيتهم تختلف إلى هذه المسألة من العلماء الذين لا اطلاع لهم، النوعية التشخيص يختلف. الآن شوفوا خطين فكريين أكو بين الفقهاء، مسألة الحيل الشرعية الفقهاء لهم خطان فكريان في تحديدهم، هذه العلوم مؤثرة في الخط الفكري ولو بمقدار. حيل الشرعية كل قرض جر نفع، هذا شنو؟ رضا. خب نقلب القضية، كل نفع جر قرض، كل قرض جر نفع هذا رضا. خب قلب القضية، سو كل نفع جر قرض هذا رضا ولا مو رضا؟ يختلف. بحث الحيل الشرعي، الربا تطون 1000 دينار قرض مقابل 1100 دينار يعيده لكم، هذا الربا. بيعوا لا تقرضوا. أكو مرابي في سوق طهران يقول أقرضتك 1,000,000 تومان مقابل 1,100,000 بعد شهر، هذا الربا. تعالوا قولوا لي ليش ترتكب الربا؟ قول
أبيعك مليون تومان مقابل أن تعطيني بعد شهر مليون ومئة. هذا رضا لله. كلمة أقرضك بدلوها إلى كلمة أبيعك. حاضر. أكو هنالك خطان فكريا. هذه الأشياء مؤثرة ولو بمقدار حتى في استنباط الحكم الشرعي بغض النظر عن قضية تحديد الموقف الخارجي. لذلك واحد ينبغي، واحد يقرأ علم السياسة السليمة طبعا بمقدار، علم الاقتصاد ولو بمقدار، علم الناس ولو بمقدار، علم الاجتماع ولو بمقدار، علم الإدارة ولو بمقدار. والله تعالى خلق فينا نحن البشر طاقات هائلة. العلماء الأقدمين كانوا علماء متنوعين، يعني كان فقيها أصوليا، متكلما، رياضيا، طبيبا، طبيب كان الفقهاء القدماء بعضهم كانوا أطباء. طبعا ما كانوا يطببون للناس، كانوا يطببون لأنفسهم، لأولادهم، لعائلتهم مثلا. طبيب كان. علم إدارة البدن هذا مهم، وهكذا. نعم تركيزهم كان على الفقه أو على الأصول مثلا، لكن في بقية الأبعاد كانت لهم يعني. الشيخ المفيد كان عالم متنوع، الشيخ الطوسي كان عالم متنوع في التفسير، في الحديث، في الرجاء. تفسير الشيخ الطوسي التبيان من أهم التفاسير، من الكتب الرجالية الأربعة المهمة كتابان للشيخ الطوسي في الرجاء: رجال الكشي، رجال النجاشي، ورجالان للشيخ، اختيار معرفة الرجال للشيخ، تلخيص طبعا، وكتاب آخر كتاب الفهرس ظاهرا. في الحديث الكتب الأربعة المهمة كتابان للشيخ الطوسي: الكافي للكليني، من لا يحضره الفقيه للصدوق، وكتابان للشيخ: التهذيب والاستبصار. يعني واحد لا يقول أنه ما أتمكن، بل التركيز يجب أن يكون مثلا على الفقه أو يجب أن يكون على الأصول، ولكن هذه القدرة التي الله تعالى أعطانا لا حد لها. هذا بحث في متابعة الخط العلمي، وأما الموضوعان الآخران إن شاء الله نأجلهما إلى وقت آخر. صلى الله على محمد وآله.